في الختام ايش نقول؟ هلا والله ابو إلاف. هلا غلا، ايش مسافك والله؟ ايش من نقول على الخير والعز ابو غلا. هلا والله فصول مرحبتين. وين جينا شباب؟ جينا جبت لك ابو إلاف اول شيء، ترى ذاك اليوم قلت جيب ابو إلاف. اي والله اخيرا. طيب وين جينا؟ عندنا مول. عندنا مول، وش عندنا؟ يقولون فيها فعاليه حق الاقتصاد السعوديه. يا الله هلا والله اصدقاء ابو نهال. قبل شوي انا جاي هنا المعرض اتفاجئ بالرجال ده، والله حسبه حقيقي كذا. وهنا في واحد ثاني كمان اتفاجئ فيه هنا طالع فيا كذا. مشعل الروقي المسؤول هنا، ما شاء الله تبارك الله الفعاليه هذه قام في عده مناطق منها الرياض وجده وينبع الدور الثالث، يعني ينبع تميزت اليوم. لان وضعنا شفنا كخيار هنا في اصلا ينبع البحر زي ما نقول عليها، شفنا خيار افضل من يعني كمنصه ثالثه العطلات السعوديه. اللي هو العطلات السعوديه ايش الخيار؟ في ناس بيسالوا كثير بيقولوا عطلات السعوديه، احنا من الخطوط السعوديه بس. جميل. الخيار كان عندنا بالنسبه لنا انه ايش يكون؟ يكون عندك بدل انت ما تحجز ولا تذكره، تحجز ايضا تدور لك اي ويب سايت او ايجنسي اخر تحجز عن طريق البوكينج. جميل. فقالوا لا، صرنا الخيار تدمج انت سكوتين تاخذ سعر اقل. صحيح. فلما تاخذ سعر اقل يكون الخيار افضل لك، وكمان موثوق انت تطلع انت الان انه ايش الباك جراوند اللي هو الخطوط السعوديه. يعطيكم العافيه، نورت ينبع. هلا والله اصدقاء ابو نهال كل مكان، حياكم، كيف حالكم؟ الحمد لله طيبين. ها اخذت العرض من الخطوط السعوديه؟ طيب عندي كوبون شرائية هنا من عند بولو، بنشوف إذا نحصل شيء مناسب. هلا والله. طيب للأسف بولو هنا ما تشملهم القسائم هذه، جيت عند وجوه إن شاء الله نلاقي شيء مناسب. هلا والله أصدقاء أبو نهال، تبغون شيء رخيص وكويس ودلع اختاروا اللوشن، هذه اللوشن وشاور جل، وهذه طبعا هذه سعرها 45، هذا 45، هذا 35 صح؟ 30. طيب انا عندي كوبون 107، يعني ما حد في الا 15 شيء زي كذا. يلا والله عقبال ما خلص الشباب تركوني وراحوا وكذا. اشترينا الهان نلحق الشباب. اوه وينهم هذولي؟ من ملاقيهم؟ ده كنت تركوني جو. ترى المشكله انا ما جيت بالسوسو. ويا هلا والله. طبعا هنا في الصول الله يعطيه العافيه، ما جينا بالسوسه اليوم، وفرنا بنزين الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يسعدك. المهم امنيه الفازت اليوم، انا كنت بشتري لي عطر لكن ما لقيت عطر سعره مناسب، فاخذنا اليوم نهال في الطقم عباره عن لوشن وحركات زي كذا. وهلا والله. طيب جينا هنا عند مقهى اكوا، والله ما هي باينه هنا. ابغى تجي يا فيصل. والله بس اصدقاء ابو نهال، انا من زمان نفسي في الرسمه في القهوه، بس ما شاء الله تبارك الله ابدع الشباب هنا، يعطيهم العافيه. بس المقهى عادي طلع ما شاء الله شيء خرافي. شيء من الاخر. عاد باقي الطعم ها؟ جرب وشوف. هنا عاد تجي يمشي الدائره. يا هلا والله. طيب احنا ماشيين استمتعنا صراحه الجزء مع الشباب. موقع المقهى في الهيئه الملكيه في حي فيصل في مجمع الفيصل. هلا والله. جينا عند مطعم ليالي بلدان. شباب بالعافية عليكم والله. الله عني. ها فلفل، تفضل فلفل ها. هلا والله. أيمن صح؟ وأنت؟ حمزة، أيمن وحمزة. جينا عند مطعم أيمن وحمزة. يلا أنت تطبخ لنا، إيش رأيك؟ أنا ما أعرف. ما تعرف؟ يلا يتعلم، سير شيف. سوها لك. مبدع أبو نهار.
فصول هلا والله، ايش رايك؟ والله شيء خرافي. ابو غلا مرحبا، كيف المطعم؟ طبعا من اقتراحك ما شاء الله. اكيد انا جاي ابو غلا، شفت كم مطعم ابو نهال اجيبه كله اطلع. ما يحتاج والله، ما شاء الله شغل مؤدب. ما شاء الله تبارك الله، انصح في المطعم ما شاء الله تبارك الله. موقع المطعم بسيط جدا، شايفين شارع الحنان على طول، يكون على يمينكم وانتم متجهين للصرف. الخطوط السعوديه اعطتنا هديه كذا تذكاريه، زي ما شايفين هالشنطه زي حقت العمره، وتيشيرت بس للاسف اكسل، يعني هذه كبيره. وايش كمان؟ في شيء مميز اللي هي هذه، هذا شاحن سياره فيها مدخلين يو اس بي. يا هلا والله. طيب العيال راحوا التاريخيه، طبعا انا جيت البيت وركبنا السوسه، الان بلحقهم ان شاء الله في التاريخيه. اليوم طبعا ويكند، فنشرب شاي وحركات كذا، بعد ارجع البيت. هلا والله اصدقاء منال مغامره اهو. يا هلا والله. طيب جينا التاريخيه وتقهوينا وشربنا الشاي والحركات. ابو إلاف نشوفك على خير ان شاء الله. شفناك حبيبي. انا بالعكس والله سعدنا بتواجدك. وابو غلا فيصل كان يوم جميل والله، انت اجمل. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يا امان الله. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.